مصعب أرسله في العقبة الثانية، وهو أول من جمع في المدينة فصلى بهم وكانوا 40. وجلس الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون قبل هجرته، حتى وصل عددهم إلى فوق 40. وهؤلاء كانوا أكثر من 70 من أسلم، ثم أسلمت كثير من الناس وظل كثير على الشرك. فلما دخل النبي المدينة جمعهم، فكانوا 90، اللي هي جمع المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، آخى بينهم كل واحد يؤاخيه بشخص، ثم قال: وأنا أخي علي. وعلي بقى بعد ما النبي هاجر بثلاث أيام أو 4 رد الأمانات ولحق بهم، فلحقهم في قباء ودخل معهم المدينة. يبقى إذن كان الفرق بينه وبينهم 3-4 أيام، لكن هو أخذ الطريق المختصر وهم أخذوا طريقا طويلا قريبا من الساحل حتى يضللوا المشركين، لأن المشركين لم يتتبعوا عليا، إنما تتبعوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الأهل سودة وأهل أبو بكر وكذا إلى آخره. بعد ذلك بقى جم يعني لحقوا بهم يمكن بعد أسبوع ولا حاجة.